تراني أضيق وفيك قلب خيار خيار الغوم وطلبت بالحروم أسمع لي يا معصوم أو سند بالجاه مو دابي مرفل يستر العامي لمحبوبي زكابي عصاة تسكر وتبا أو شفحت البيحة كسابي لما حبوبي زكابي أنا لوي بالرحيل عابي لما حبوبي زكابي. بسم الله والحمد لله وصلاة ربي وسلامه على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المشاهدون والمستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضت حلقات كثيرة ذكرنا فيها كثير من شوارد سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة هي بحر لا ينكس ولا يدرك يعني غوره، وما أخذناه منها هو كما يأخذ العصفور بإنقاره من مياه الطوفان كما قالوا. فصلاة الله وسلامه وثناه على الحبيب، قال الشاب ده شيخ النعيم يمدح لشيخ كساوي: ثنيت بالجاه مودى بي مرفل يستر العابي عصاة تسكر اتبابي شفعت بها كسابي صلى الله عليه وسلم. من رحمة الله علينا أنه أرسل لنا هذا الرسول الرحيم، هدانا إلى الحق وأبعدنا عن الضلال، وجاه عام ما هو داب اللي بيتكلم عنه، الداب نفسه هلنا بقوله قصر من نفسه، لذلك يقول يعني هو جاه مو دابي أنا ما قدري أنا بس، لا شامل يعني يشمل البار والعايق. جاه مرفل، التوبة المرفلة التوبة البيجرجر، يعني حاجة واسعة جدا جدا. الشوارد كثيرة لا تحصى، لكن وفاء بالوعد أنا مرات أذكر أقول الشغلة دي بمر عليها في واحدة من حلقاتنا، فوجدت كثيرا من الشوارد مرت في بعض الحلقات عرضا وما وقفنا عندها بالتفصيل، أحب أن أفي بها إن استطعت أو ببعضها منها، يعني دي الشوارد متفرقة منها. شيخ هاشم، شيخ هاشم بن الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدايم بن الشيخ الطيب أحمد البشير، من الذين يعني أوتوا علما وفهما وأوتوا نظما بارعا، ومن الناس اللي حببوا الشباب في المديح لأنه عبى مدايحه في قوالب الحقيبة فأصبح قريب لنفوس الشباب، فعنده لغة متينة وعنده معرفة وتبحر، وهو من المتأثرين جدا بودب شريعة وبطيفور والجماعة دي. شيخ هاشم قال: الدنيا خليج، خليك عوام سابح عازم كابن العوام. الدنيا خليج، خليك عوام سابح عازم كابن العوام. أول ابن العوام ده منه هو عبد الله بن الزبير. سبح وينه وعام وين؟ قالوا في سنة من السنوات جسيل غطى كاد يغطي الكعبة عن آخرها، فسيدنا عبد الله بن عباس قالوا طاف حول الكعبة سبع أشواط سابحا سباحة حول الكعبة، في صحن الكعبة هذا الموية غطته هو سابح حول الكعبة، طاف حول الكعبة سابحا. والسباحة في آل الزبير وفي نسلهم حكاية عجيبة، أنا عندي ثلاثة شواهد الآن. ده عبد الله بن الزبير سبح حول الكعبة، الزبير بن العوام في قصة النجاشي المشهورة لما مشوا للنجاشي وسروا من النجاشي ونصرهم وآزرهم على عمرو بن العاص ووفد قريش اللي كانوا دارين يجوا يرجعوه لناس مكة عشان يذلوهم وهكذا، النجاشي الأكرمهم ده دخل في حرب، فقال والله ومنعوا يطلعوا معاه للحرب لأنه قال لهم انتوا ضيوفي ما بتمشوا الحرب، فبيقوا متشوقين يعرفوا خبر النجاشي، فقالوا يا أخواننا أيكم يجيب لنا الخبر؟ فقالوا الزبير قال أنا لها، فقالوا مالوا ليه قرب بالهوى وعبر النيل، هذا في سيرة ابن هشام ورد عبور النيل، لذلك شيخنا الراحل المقيم بروفيسور عبد الله الطيب لما وكذلك الشيخ حسن الفاتح غريب الله عليهما رحمة الله لما قالوا إنه الهجرة للحبشة كانت إلى سوداننا الحالي، هذا واحد من الشواهد لأنه قالوا عبر النيل، هكذا ابن هشام نص على أنه عبر النيل بالقرب ومشى وجاب الخبر وبشر الجماعة بأنه الرجل انتصر. سلالة ابن الزبير العوام هن الكواهلة
يعني هم ثقتهم كبيرة في أنهم أبناء عبد الله بن الزبير. أيضا حصلت حاجة قريبة مني، الشريف محمد الأمين الهندي رجل القرآن الذي خدمه 50 سنة كان في شرق الجزيرة، والإمام المهدي مر عليه في شرق الجزيرة، لما رأى عدد الطلاب الكثير اللي عنده 5-6 آلاف طالب في مسيده قال له لما يظهر أمرنا نبي نرسل لك. ففعلا أرسل له رسالتين هما في كتابي الذي نشرته عن الشريف محمد الأمين الهندي. الشريف لما جاء قاطع الأتراك كانوا يعني حاجرين المشارع، فجوا جماعة من الكواهلة نسل الزبير بن العوام ناس والشرف، قالوا ملوا البحر دميرة، ملوا القرب وربطوها في الجمال وعبروا بالشريف ووصلوه لحد المهدي في كردفان أو في الرهد. فدي حكاية القرب وحكاية السابع عوام. هذه صالح الأمين نحن ذكرنا ثويبة في قصة رضاع الحبيب صلى الله عليه وسلم، تفرد بذكرى صالح الأمين في مدحة الإخاء حقه عجيب شوية، قال لا ريبة وضع من أم لثويبة استدارة، لا ريبة وضع من أم لثويبة استدارة. ثويبة كانت حاضنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي التي اعتقها أبو لهب لما بشرته بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا صالح يقول شيخ صالح أخبار الرأسي والريسي بكتاب ودبلتع والقيسي، ناقته وما العم يا كيسي ومصارع القوم وبأويسي. معظم هذه الأشياء مرينا عليها، أخبار الرأس والريس الرأس والريسي، هذا رأس جرادة، وكتاب ودبلتع مرينا عليه، والقيسي هو أربد، بعدين ما العم مرينا عليه، مصارع القوم أهل القليب مرينا عليه، وويس القرني مرينا عليه. باقي لنا شنو؟ ناقته. حكاية الناقة دي شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ناقته القصواء وعنده العضباء وعنده ناقة ثالثة البيضاء. قال واحد من المنافقي اليهود اسمه زيد بن اللصيت قال حين ظلت ناقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ناقة الرسول ظلت زيها وزي أي حيوان بظل، فقال يزعم محمد أنه يعرف أخبار السماء ولا يدري أين ناقته، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني عليها، فهي في الشعب الفلاني وقد حبستها شجرة بزمامها. فقالوا ذهبوا وجدوا الناقة محبوسة في شجرة ماسكاها من خروسدة لا من وصل عندها. فهذا من المغيبات، ودي قصة الناقة اللي قاعدين يذكروها. نعم غير منه الذي كان ظلل المزن وعزرائيل وقف ما خشى غير إذنه، خاف الطرف متواصل دوام حزنه وإنام تسمع أخبار السماء أذنه. والدبشري عليه رحمة الله يتحدث عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ملك الموت استأذنه حتى دخل عليه. هو طبعا ذكر الجماعة ذكروا أهل الموالد الجماعة دي قالوا استأذنه ملك الموت ولم يستأذن غيره، لأنها من خصائصه التي لا يشارك فيها إنسان، ما في زول استأذنه ملك الموت إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قالوا عزرائيل وقف ما خشى غير إذنه، لا من يستأذن منه حتى دخل عليه إلى الرفيق الأعلى وقبض روحه. خاف الطرف متواصل دوام حزنه وإنام تسمع أخبار السماء أذنه، قال تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي. هذه صفة معروفة فيه صلى الله عليه وسلم. كفى ولزيدكم أيها الطالبين من كان عندك حديث من سيد الكونين جيل الشيخ، مقطع نسمعه ثم نواصل حديثنا إن شاء الله. كفى ولزيدكم أيها الطالبين، كفى ولزيدكم أيها الطالبين من روح الحياة الأحية الميتين، قالوا له شفين من السغم في الحين، من السغم في الحين، من السغم في الحين، وحياة القلوب الميتة منذ سنين هوادو يبيه الميتين. نعم صلى الله وسلم على سيد الكونين. كان عندك حديث من سيد الكونين، هاتوا نحيي به الميتين، عايز حياة الأرواح. والتحية لابن هشام تراب الذي يطاردني في هذه القصيدة، ده مقطع منها إن شاء الله يكون سمع القصيدة كاملة بهذا جيل الشيخ في واحدة من حلقاتنا. قال كفى ولزيدكم أيها الطالبين من روح الحياة الأحية الميتين، قالوا له شفيت من السقم في الحين وحييت القلوب الميتة منذ سنين. إذن هو كلامه عن حياة القلوب، لذلك القصيدة كلها فيها وعظ وكلام عن الصبر وعن الصلاة وعن اليقين وعن العبادات بصورة طريفة جدا. أما طرائف الشوارد عندنا
وبتعمل لنا مشاكل كبيرة، لكن توكلنا على الله. محمد المبارك بكساوي رجل خفيف الروح وهو شاعر من شعراء الكساوي المتمكنين، موجود له التحية، وله التحية له ولأهله بالفريجاب. جاب لنا شيء ما أظن سبق إليه، قال قلبه بالله عامر وجوفه من جوع ضامر، بالتعدد آمر أبقل تابعينا. الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر بالتعدد في النساء، فشيخ المبارك يدعو إلى التعدد، يقول أتبعوا سنة رسولكم في هذا الأمر. غايته يا شيخ محمد المبارك، أنا زمان كنت بقول للناس أنا وأبوي عندنا ستة، محمد ولدي الله يبارك في أيام مدبل الآن، بقينا أنا وأبوي ومحمد ولدي عندنا ثمانية، أنتوا بعد ضربوها بكيفكم، شوفوا كل واحد فينا عنده كم، وأمرنا لله. نعم، من الطرائف الشوارد أيضا، سيدنا بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينطق الشين سينا، لما يؤذن بيقول أسهدوا أن لا إله إلا الله، كعادة الحبشة وغيرهم، فيقول أسهد الرسول صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره، وما لا يقول صلى الله عليه وسلم إلا حقا، قال سين بلال عند الله شين، يعني كان في دول بيضحك عليه ولا يعلق عليه ما يضحك عليه، سين ودي تساوي شينا عند المولى عز وجل. فتناولها بعض المادحين، يعني منهم شيخ البرعي نبيا قال سين بلال كالشيني يحبها للمهنة والتخشيني، يحبها للمهنة والتخشين، مو تخشين الحيض، إنما الخشونة يخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. والسعد قال شايل يمين بالله الناشيني، يا الرسول جاهك ستر شيني، متحليك يا الخير يفاشيني، وسين بلالك ساوة الشيني، كلهم داروا في نفس الاتجاه. والسليمان ساويت الشيني لبلال بالسين، أو العكس ساويت السيني لبلال بالشيني، ده في طاهي يساكن مصيني صلى الله عليه وسلم، ناطق بالصواب ما بجيب كلاما شين وبلهجا حلو في غاية التحسين، يكفيكم ما قال المصطفى ياسين سين بلالنا عند المهيمن شين. فكلهم داروا حول هذا الحدث وذكروه. نسمع النعيم مبارك في بالرحيل عابي لودب كساوي، ثم نواصل الحديث إن شاء الله. ناول الرحيل عابي لمحبوبي زكى بي أنا، ناول الرحيل عابي لمحبوبي زكى بي يا رزاق وتواب على جود وافتح الباب يا محبوبي كابي بالدف امدحوا كتابي وكسال ينحلوا وطلابي يا محبوبي زكابي انا ناوي الوصول عابي لمحبوبي زكابي او سند بالجاه مودابي مرفل يستر العابي لمحبوبي زكابي عصاة تسكر وتبا او شفحت البيحة كسابي لمحبوبي زكابي انا ناوي بالرحيل عابي لمحبوبي زكابي نهار ميلا ودجات صابي نهار ميلا ودجات صابي لنا الخير والدهر قابي لمحبوبي زكابي حبيبي يمين ما هو كذابي يا أمين الماهو كذابي النبي صفوحا حاشم أبعابي لمحبوبي زكابي أنا نبي الله
صاحي العابي لمحبوب ذاك يا نبيا فواغ في صباه يا حسين النعيرة خداه لمحبوب ذاك حبيبي الجماعة خاطب له حياه جماعة خاطب له حياه يا سلام وصملان حنطة وطاه يا محبوب ذاك بي أنا ناظر آمين لمحبوب ذاك قد نبيا فهو أقف صباه خداه لمحبوب ذاك حبيبي انا الجماعة خاطب له حياه الجماعة خاطب له حياه وصملان حنطة وطاه لمحبوب ذاك حبيبي انا محبوب ذاك يا براق الله علي أمي براق الله علي أمي قبال الطيبة يا أغومي لمحبوب ذاك يا عيناي جافت النومي يا وافت النومي أخو جوارحي الما سعت لومي لمحبوب ذاك بي أنا ناوي للرحيل عابر لمحبوب ذاك بي براق الله حل يومي براق الله حل يومي طيبة يا أمي لمحبوب ذاك عيناي جافت النومي عيناي جافت النومي وجوارحي ما سعت لومي لمحبوب ذاك بي أنا ناوي للرحيل عالي لمحبوب ذاك الصلوات على الغالي الصلوات على الغالي والتسليم جزيل حالي لمحبوب ذاك عبد الغادر التالي عبد الغادر التالي يا نبي كساوي خدمته يوالي لمحبوب ذاك انا ناوي لمحبوب ذاك صلوات على الغالي والتسليم جزيل حالي لمحبوب ذاك عبد الغادر التالي عبد الغادر التالي كساوي خدمته والي لمحبوب ذاك رحيل عالي لمحبوب ذاك صلى الله وسلم على من بيمس العجوف جادة هذه العجفاء شات أو نعجة أم معبد ومن كف المياه فاضت شيء زي ما شفنا في بعض حلقاتنا إذا كان في تبوك أو في غيره خيوط العنكبوت ساجت وعلى الغار الحمام باضت كلها معروفة ومذكورة كان في قصة الهجرة أيضا كانت أم بركة أو أم أيمن عفوا بركة الحبشية حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسانه زي سيدنا بلال فبتجي داخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول سلام لا عليكم
سلام لا عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رخص لها انها تقول السلام بس عشان ما تعجن الكلام. وبعدين كانوا اذا جوا مارقين لهم لغزو ولا شيء تقول لهم ثبت الله اقدامكم يا رسول الله. ثبت لهجه سودانيه يا اخواننا دي حقتنا تماما، هي تريد ثبت من التثبيت لكن تقول ثبت بالسين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا اسكتي يا ام ايمن انك عسراء اللسان، لانه يا اخواننا ثبت الله اقدامكم معناه قطعها، وانما هي تريد ثبت اذا كان ركز وقواها. الكلام ده موجود في اللسان الحبش، موجود في لساننا يا جماعه دي ما هم اولاد خالتنا زي ما بقولوا، ولا يوجد يا اخواننا لسان عربي يخلو من خلل. تمسك الاقطار العربيه دي كلها ان شاء الله اذا جينا لبرنامجنا عن التراث السوداني نذكر العرب دي من اوله لاخره، كل دول نوري عيوب اللسان وعيوب المنطق حقهم والاشياء الموجوده. ما هو السودانيين براو، كلهم عندهم مخالفات سنقف عندها ان شاء الله. اخيرا تكلمنا في مصادر المديح وتوثيقه، تكلمنا عن بعض الشوارد. من شوارد شيخنا الفاروق شريف عمر بن شريف يوسف الهندي قال نبيا ربيع القامة أجمل الثقلان، نبيا كجيد الدمية عنق والكحلان، حير عياض وصفه ومفتي الحجاز دحلان، وحديث ويس القرني كفانا يا خلان. نبيا ربيع القامة كان ربيع القامة معروف، وأجمل الثقلان وعنقه كجيد الدمية كله مذكور. حير عياض وصفه، عياض صاحب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، كله ده مذكور عندي. الما مذكور مفتي الحجاز دحلان اللي هو أحمد ابن دحلان، كان مفتي الحجاز وكان شيخ شيوخ الحجاز، وهو صاحب ما لا يقل عن 40 كتاب مؤلف، كان من العلماء الراسخين، ألف أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. يعني قال سيدنا أبي طالب ناجي يوم القيامة إن شاء الله، وله في ذلك أدلة ساقة في هذا الكتاب، وهو الذي أثبت إحياء والدي الرسول صلى الله عليه وسلم آمنا به ثم رجع. الرجل كان عالم طبقة وشريف جزاه الله خير، ذكر لنا واحد من المصادر التي يعتمد عليها هؤلاء العلماء المشاهدون الأحبة، الحديث عن السيرة كما ذكرت في أول هذه الحلقة طويل، والحديث عن الشوارد ممتع وفيه كثير من الفوائد. نسأل الله أن نلقاكم قريبا إن شاء الله. إلى ذلك الوقت أترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاهو العراب اليوم، جاهو العراب اليوم، من نوم جاه المظلوم.